السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني متتبعي قناة كريمتك. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نبتعد عما عودناكم عليه إلى شيء جديد، ألا وهو موضوع الطبخ. إن شاء الله سنقوم بطبخ الأرز الصيني على الطريقة المغربية. الغريب في هذا في هذه الأكلة التي سنحضر أن الأرز سنطبخه مع شيء مميز جدا وأصبح شيء لا نستغني عنه في حياتنا اليومية، ألا وهو الهاتف النقال. جاءني أحد الزبائن بهذه الوصفة بمقاديرها، هي كالتالي: سوف نقوم بطبخ الأرز مع هاتف سامسونج. إليكم المقادير، فانتظرونا لتروا الوصفة. السلام عليكم. الآن سنأتي إلى العملية الخاصة بالطبخ. كل ما سنحتاج إليه 50 غراما من الأرز وهاتف سامسونج كيفما كان نوعه، شرط أن يكون قد سبق له أن أسقط في الماء، يعني باش يرطب واحد شوية باش يجينا سهل في الطبخ. كما تلاحظون الهاتف سقط في الماء، انظروا إلى الشاشة ماذا تفعل. وصاحبه ظن منه أن الأرز سيغنيه من هذا المشكل، قام بالتالي، يعني ضاعت الشاشة. ضاعت الشاشة يعني الطبخة ضاعت لنا. نعتذر لإخواننا المشاهدين أن البطء سلف، لا نستطيع إصلاح الهاتف ما دامت الشاشة أصبحت بهذه الحالة. الغاية من هذا الفيديو أنني أريد أن أخبر إخواني وخصوصا المغاربة الذين انتشر عندهم هذا الفيديو بأن الأرز يقوم ب يعني في اعتقادهم إزالة الماء من الهاتف ولا يتضرر. الغاية أني أريد أن أشرح لهم أن الأرز لا ينفع بشيء، ف إنسان يعني بلا ما يحتاج يضيع فلوسه في الأخوة الخاوي، يعني إذا استطاع أن يصلح الهاتف بنفسه فليتوكل على الله، وإذا لم يستطع فليأخذه إلى تقني. نتمنى إخواني تكون عجبتكم الأكلة ديالنا، يعني الهاتف سأقوم بفتحه لكن مع العلم أنه لا أمل للشاشة بالنجاة، يعني الشاشة تضررت بشكل كبير كما تلاحظون، بيكسلاتها أصبحت يعني متضررة ما دامت الشاشة هكذا، يعني سواء قدرنا نقوم بفتحها وتسخينها أو كذا يعني لن تعطينا نتيجة. النتيجة التي سنستفاد منها إن شاء الله هي هذا الأرز إذا قمنا بطبخه مع القليل من الطماطم أو بغليه مع الحليب، إن شاء الله ستكون وجبة عشاء خفيفة وغير دسمة. نتمنى إخواني لعجبكم الفيديو تبارطاجوه مع الأصدقاء. والغاية من هذا الفيديو كيف ما قلت كما سبق أن الإنسان يعني ماشي يدير تليفون في الروز، لو أن هذا الشخص قام بأنه أتاني بالهاتف في وقته يعني لما تضرر هكذا، يعني الإنسان يتبع الخرافات، تتبع الخرافات بزاف، والكلام اللي تقال له كيسمعوا يعني. سنقوم بفتح الهاتف لنجرب فقط، أما الشاشة فهنا تضررت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.